الثامنة من يو تي في وهذه عناوينها. المحكمة الاتحادية تصدر قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتقول: القرار بات وملزم لجميع السلطات اعتبارا من اليوم. عشية اليوم الأربعين للعدوان، الاحتلال يكثف استهداف مستشفيات غزة، والأمم المتحدة تحذر 10,000 في الشفاء معرضون للقتل والإصابة. 9 إجراءات حكومية لمعالجة الفارق في صرف الدولار وحماية الفئات الفقيرة. السوداني يوجه التجارة والصحة بتأمين المواد الأساسية بالدينار. وزير النفط متفائل بالتوصل إلى اتفاق لاستئناف التصدير من حقول كردستان، ويقترح على الإقليم إبرام عقود لتقاسم الأرباح مع الشركات. السلام عليكم. بينما كان مجلس النواب يستعد اليوم لعقد جلسة استثنائية في أثناء عطلته التشريعية لتعديل قانون مفوضية الانتخابات وتمديد ولاية مجلس المفوضين فيها 6 أشهر لاستكمال اقتراع مجالس المحافظات، قررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ما اضطر الحلبوسي إلى رفع الجلسة ومغادرة البرلمان، فيما أكد نواب أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للسلطات وأن للبرلمان نظاما داخليا يسير أعماله وجلساته. إذن قررت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي. وذكر إعلام المحكمة في بيان رسمي أن القرار يعد باتا وملزما لكل السلطات من تاريخ صدور الحكم اليوم. وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الحلبوسي رفع جلسة اليوم بعد قرار المحكمة الاتحادية إنهاء عضويته، فيما ذكرت مصادر أنه غادر مبنى البرلمان على الفور. إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود دليمي اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم في 14/11/23. ثالثا، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14/11/23. وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، قال نواب ليو تي في إن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم لجميع السلطات وإن للبرلمان نظاما داخليا يسير أعماله وجلساته. مجلس النواب له نظام داخلي يحكمه، والنظام واضح بحال غياب رئيس المجلس يحل محله النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبإمكان عقد الجلسات واستمرار الجلسات بنصاب كامل وفق النظام الداخلي لمجلس النواب. أما ما صدر اليوم هو قرار قضائي لا يمكن لأحد سواء كان في الحكومة أو خارجها التأثير عليه. القضية التي نظر بها القضاء قضية قديمة ونظر لها منذ أشهر، وبالتالي مجلس النواب ماضي باستكمال جلساته في الأيام القادمة. قرارات المحكمة الاتحادية باتت وملزمة على كافة السلطات وفق المادة 94 من الدستور، ولا سلطان على القانون إلا القانون، وثيق بند دستوري، ومجلس النواب العراقي لا يستطيع أن يعاكس أي قرار قانوني. يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 39 مخلفا نحو 11,500 شهيد وأكثر من 29,000 مصاب. ووفق الإعلام الحكومي في غزة فإن بين الشهداء نحو 8,000 طفل وامرأة. وفي الضفة الغربية ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 180 شهيدا و2700 مصاب منذ 7 من الشهر الماضي.
رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس علي بركة قال إن 40,000 فلسطيني وقعوا بين شهيد وجريح في غزة، 60% منهم أطفال ونساء. وفي حديث لبرنامج الحق يقال ذكر بركة أن هدف عملية الطوفان الدفاع عن الأقصى وتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى. حتى الآن طبعا هناك أكثر من 12,000 شهيد من أبناء شعبنا الفلسطيني، 60% منهم من الأطفال والنساء، وهناك 28,000 من الجرحى والمصابين، والعدو الصهيوني لم يستثني أحدا من أو شيئا من عدوانه. هو يستهدف اليوم المستشفيات، واستهدف قبل ذلك مستشفى المعمداني، واستهدف سيارات الإسعاف والجامعات والمدارس والمخابز وخزانات المياه. مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية قال إن جثامين 179 شهيدا دفنت في قبر جماعي داخل المجمع، بينهم 7 أطفال خدج فارقوا الحياة جراء انقطاع الكهرباء. وتفيد الأمم المتحدة بأن نحو 10,000 فلسطيني من مصابين ومرضى ونازحين وطواقم صحية موجودون في مجمع الشفاء المحاصر بدبابات الاحتلال وقناصيه، بما حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن الوضع خطير للغاية وغير إنساني داخل أكبر المنشآت الطبية في غزة. طالبت منظمة Human Rights Watch بفتح تحقيق بالهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب. وذكرت المنظمة أنه يجب على لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، لافتة إلى أن هجمات الاحتلال المتكررة على المستشفيات فاقمت تدمير القطاع الصحي المحاصر. ونبهت هيومن رايتس إلى أن الاحتلال لم يقدم حتى الآن أدلة جدية على أن المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية، داعية إلى إنهاء الهجمات عليها. أقول لك صورني بتتغسل الأسبوع، ما تغسلت في حاجة، والله الأسبوع ما تغسلت. هاي غطانا مطر، بننام على المية، بنقوم على المية، ننام واحنا واقفين. مش عدل هذا، يشهد الله ما عدل. الصغار غرقوا، الدنيا تدمرت. الله اكبر يا عالم، يا عالم اطلعونا يا عالم، مشان الله اطلعونا، احنا بلا ادمين مش حيوانات. شايفة انه في مستقبل للطالبات، مش شايفة انه في مستقبل للطلاب الجامعيين انهم يكملوا دراستهم ويرجعوا يشتغلوا هان بغزة؟ كيف احنا بدنا نعيش؟ كيف وين مستقبلنا؟ ايش رح يكون تعليمنا؟ وين لوين رح يوصل؟ انا مش عارفة ايش رح اسوي في مستقبلي، واحلامي كلها تدمرت. طالب توفير مأوى بالكامل، ملبس، انتو شايفين احنا طلعنا من بيوتنا ولا بحاجة، مش لابسين حاجة. احنا كمان بدنا توفرونا مأوى بالكامل، ملابس، بدنا حرامات، بدنا فراش، فيش فراش، احنا بننام على الارض. ولا مية ولا كهرباء، زي هيك حروب، ينطحونا ويهدم بيوتنا، كل واحد بيته مكان. في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية، ما يرفع عدد خسائره منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 47 قتيلا. وتخوض قوات الاحتلال المتوغلة في غزة اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين ضمن محاور شمال القطاع وجنوبه، فيما تحاصر المستشفيات المكتظة بالنازحين. وبلغ إجمالي القتلى في صفوف الإسرائيليين 1,200 والمصابين أكثر من 5,000 منذ بدء عملية طوفان الأقصى بحسب مصادر رسمية. ساعات معدودة ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه 40، مخلفا وراءه 10,000 الشهداء والمصابين في القطاع المحاصر. أما من بقي على قيد الحياة فينتظره مصير مجهول. لم تعد أرقام الشهداء في قطاع غزة مهمة بنظر المجتمع الدولي،
الصامت على مجازر الاحتلال الإسرائيلي، فالعدوان مستمر لليوم 39. لكن كيف الحال بمن هم على قيد الحياة؟ غارات الاحتلال المتواصلة ومدفعيته العمياء تصيب القطاع بكارثة حقيقية على المستوى الصحي. بدأ مجمع الشفاء الطبي بحفر قبور صغيرة للشهداء لتصبح المستشفى مقبرة جماعية، فيما التحذيرات تأتي من وزارة الصحة في غزة من أن مستشفيات جنوب القطاع بدأت تخرج عن الخدمة لنفاد الوقود. أما من أصيب وبقي حيا فمعاناته أشد. الطواقم الطبية تؤكد أنها اضطرت إلى إجراء عمليات جراحية لبعض الحالات الطارئة من دون تخدير وبلا أكسجين. خارج أسوار غزة بدأت منظمة هيومن رايتس ووش بجمع الأدلة وتحليلها بشأن الجرائم المرتكبة ضد المستشفيات، وهي أماكن محرم استهدافها دوليا، فيما تزعم إسرائيل أنها تستخدم لأغراض عسكرية، وهو ما ينفيه الهلال الأحمر الفلسطيني جملة وتفصيلا. الحرب على غزة تشغل الداخل الأمريكي. واشنطن لا تزال متمسكة بدعم تل أبيب. صحيفة نيويورك تايمز تكشف في تقرير لها عن احتجاج مئات من موظفي الوكالات الحكومية على بايدن لدعمه إسرائيل، فيما أكدت واشنطن بوست أن 30 من منظمات المجتمع المدني الأمريكية حثت الرئيس على التخلي عن تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية. عشية 40 على غزة، وبجردة بسيطة لما يحدث، يستهدف الاحتلال القطاع الصحي الفلسطيني ومراكز الرعاية الأولية، ويحرم السكان من الوقود وأمدادات المياه والغذاء والدواء، ما أدى إلى توقف عمل 25 مستشفى من أصل 35 في القطاع المحاصر. أدانت وزارة الخارجية العراقية مواصلة سلطة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي بجرائم ضد الفلسطينيين واعتداءات سافرة على الأبنية والمنشآت الخدمية، ومنها قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، غير آبهة بالمطالبات الدولية لوقف الحرب العدوانية على القطاع. وأكدت الوزارة تضامن العراق حكومة وشعبا مع أبناء غزة والمطالبة بوقف الهجمات العدائية على الآمنين، كما جددت مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية ووضع حد لانتهاكات تجاوزت بصورها وآثارها التدميرية حدود الوصف. وزير النفط متفائل بالتوصل إلى اتفاق لاستئناف التصدير من حقول كردستان. هذه الأخبار مع زميلة رويدة. تفضلي رويدة. شكرا ناطق، أهلا بكم مشاهدينا. قال رئيس الإدارة الانتخابية الأسبق مقداد الشريفي لبرنامج مع ملا طلالة أن مجلس المفوضين الحالي ينتهي عمله في 7 من كانون الثاني المقبل، وأن البرلمان يسعى لتمديد عمل المجلس 6 أشهر للمصادقة على نتائج الانتخابات. حتى تكمل الإجراءات العملية الانتخابية من الضروري أن يكون مجلس المفوضين لديه كامل الصلاحيات والوقت الكافي لإنجاز الانتخابات، فبالتالي الضرورة ملحة إلى تمديد عمل مجلس المفوضين الحالي، كون أن المدة المتبقية على عمر مجلس المفوضين لا تسعفه يعني باستكمال الإجراءات الخاصة بإنهاء عملية الانتخابات. أكو توابع لهذه الانتخابات وأكو إجراءات أخرى بعد انتهاء العملية الانتخابية. لا أعتقد خلال 2 أسبوع قادرة المفوضية على إنجاز كل هذه المهام المكلفة بها. أعتقد أنا يعني وهذا الاتفاق أنه سوف يتم فقط حصرا على تمديد عمل عمر مجلس المفوضين وتمديده من 4 إلى 6 أشهر لاستكمال باقي إجراءات إنهاء العملية الانتخابية. دعا المرشح عن حزب السيادة في محافظة صلاح الدين صدام عزيز خلف الناخبين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة واغتنام هذه الفرصة لإبعاد الفاسدين عن الحكومة المحلية وإيصال النزيهين إلى مجلس المحافظة وائتمانهم على حقوق المواطنين. ساعد شبابنا بالوقت الحاضر على اختيار ما هو أصلح لهم في المحافظة. الفرصة لكم بديكم. عدم بيع البطائق اللي راجت في الفترة الأخيرة، وهذا يساعد إلى وصول من يعمل بهذا إلى وصوله إلى
الفساد في المحافظة. محافظتنا لازم أن تكون ويجب أن تكون ضمن المحافظات اللي يسعى إليها الناخب لاستحصال ما يدوم استحصال حقوقهم ودفع أكبر عدد منهم للوصول إلى مجلس المحافظة. أما الآن ينضم إلينا مرشح لانتخابات مجالس المحافظات عن حزب السيادة في الأنبار أورنس سعد العيساوي. مرحبا بك سيد أورنس، كيف تقيمون تفاعل جمهور الأنبار مع الانتخابات المقبلة؟ تفضل. مرحبا سيدتي، تحية لك وتحية لقناتكم الموقرة وتحية لجمهور المشاهدين الكرام. بالحقيقة تفاعل الجمهور في محافظة الأنبار تفاعل كبير، اهتمام كبير، تحضير كبير لانتخابات مجلس المحافظة القادم. نحن في حزب السيادة لنا جمهور مؤيد كبير في محافظة الأنبار لسبب أنه أهداف وتطلعاتنا كمرشحين اللي نستمدها من أهداف وتطلعات حزب السيادة وعلى رأسه الشيخ الأمين العام خميس الخنجر. فيما مضى من أيام النزوح والتهجير كان له مواقف مثمرة وداعمة لكل جمهورنا في محافظة الأنبار، عندما كان النزوح في محافظة أربيل وفي محافظة الأنبار ومحافظة الباقية. هذا الحزب كان داعم لكل أهلنا، ومنه نستمد إمكانياتنا وقوتنا وحضورنا في الشارع الأنباري. الشارع الأنباري مؤيد كبير لنا كسيادة، وبإذن الله نحقق الفوز الساحق. نعم سيد أورنس، بماذا تلخصون أبرز المشاكل والتحديات في الأنبار، وكيف يمكنكم حل هذه المشاكل وتجاوز هذه التحديات؟ سيدتي، بالنسبة للمشاكل اللي تلاقينا حاليا كمرشحين في محافظة الأنبار، يعني بالحقيقة مشاكل السلطة والنفوذ والمال. لما اللي يمتلك السلطة والنفوذ والمال أكيد يكون يأثر على مجريات الأمور، على رغبة الناخب في اختيار الأصلح والأنزه. بالحقيقة نحن بإذن الله يعني لنا مقبولية وفق الإمكانيات اللي موجودة عندنا، عكس الأحزاب الباقية. أحزاب المنافسة تمتلك سلطة ومال ونفوذ ومؤثرة على رغبة الجماهير لاختيار الغير كفؤ. طيب يعني نعم. ما هي أهم محاور برنامجكم الانتخابي ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين في الأنبار؟ نعم، بالحقيقة البرنامج الانتخابي لنا كمرشح ضمن حزب السيادة ولأغلب مرشحين السيادة بل جميعهم، هو الظروف المعيشية المتعلقة بحياة المواطن الأنباري، بالبداية أو إنهاء مشكلة النازحين اللي تتواجد حاليا آلاف الخيم في محافظة الأنبار، عكس عند آراء الحكومة المحلية السابقة اللي إنه تم إقفال المخيمات. المخيمات موجودة في عمرية الصمود، آلاف الخيم هذه سوف تكون من مسؤولية حزب السيادة إنهاء هذا الملف بإذن الله تعالى، بالإضافة إلى القطاع الزراعي. قطاع الزراعي قطاع مهمل في محافظة الأنبار. المحافظة الأنبار محافظة زراعية مهمة جدا، في حاليا الزراعة مهمولة، تقديم الخدمة للفلاح مهمول، أيضا إلى القطاعات الأخرى قطاع الصحة. قطاع الصحة أيضا ضعف كبير في قطاع الصحة، المستشفيات تخلو من العلاجات. حاليا القطاع الخاص في صحة الأنبار في الطب هو اللي مسيطر على، وفي رغم حاجة المواطن وإمكانياته الضعيفة، اليوم المواطن ما يقدر يروح للمستشفى ويلقى علاج، اليوم يروح للعيادات الخاصة يلقى الأسعار مرتفعة جدا، وبالتالي هذه ضرر. أما بالنسبة فيما يخص قطاع التعليم أيضا يحتاج دعم في كل القطاعات، بالإضافة إلى المواطن محتاج الرعاية، محتاج المعاقين، كل القطاعات محتاجة دعم. بإذن الله سوف يكون على عاتق ومسؤولية حزب سيادة ومرشحين حزب سيادة في مجلس المحافظة القادم. بالإضافة إلى الملفات التي ذكرتها وهي طبعا ليس بقليلة أهمية، هل لديكم مشاريع ذات ثقل سياسي تجعل المواطن
في عزوف عن هذه التحديات أو أن تسيطر على هذه التحديات وأيضا اجتياز المشكلات التي يتعرض لها الآن؟ نعم، في حزب السيادة لدينا برنامج انتخابي متكامل من يعني وفق توصيات الحزب بإذن الله سيكون معالجة حقيقية، برنامج سياسي كامل لاختيار الأكفأ، لاختيار القيادات الأصلح. نعم. معالجة كل اللي محاسبة كل المدراء، كل موظف يخطأ بحق مواطن، معالجة سياسية حقيقية لمحافظة الأنبار والدفاع عن حقوق شعب الأنبار كاملة. هذا الحزب حزب السيادة اليوم نزول بقوة بمرشحين أكفاء ليكون الدافع عن حقوق أهلنا في الأنبار وإنهاء الفساد وبعض الضعف في دوائر الدولة اللي موجودة حاليا. ما الذي تأملونه من أهالي الأنبار في المرحلة المقبلة؟ هل من كلمات توجهونها لجماهيركم في هذه المدينة؟ بالحقيقة نأمل من أهلنا في الأنبار عموما في كل مناطق الأنبار أنه التهيئ لخوض انتخابات مجالس المحافظات، انتخابات مهمة واختيار الأصلح والأنزه من بين المرشحين، وبالأخص مرشحين حزب سيادة من المرشحين الأكفاء وأيضا في باقي الأحزاب. نطلب من أهلنا في الأنبار الصمود أمام المغريات، الصمود أمام المساومات، الضغوط أمام كل اللي الطرق الغير قانونية في السيطرة على آرائهم وعلى بطائقهم الانتخابية. ندعوهم إلى التمسك والخروج بكثافة لاختيار الأصلح. نعم. في كل المدن والأرياف والمناطق الكل، وهذا خروجهم راح تولد واختيار أعضاء مجلس محافظة أكفاء تكون حكومة محلية قوية قادرة على يعني سياسات حقيقية للمحافظة بإذن الله، وتكون متعاونة مع الحكومة المركزية بشكل كامل، وبالتالي جلب حقوق أهلنا في محافظة الأنبار عن طريق الحكومة المركزية. نعم. طبعا أنا أحب أنوه أنه أشكر دولة رئيس الوزراء في توجيهاته في كتابه الأخير على إيقاف كل الصلاحيات، لأنه أغلب مرشحين الكتل الانتخابية الثانية عبارة عن مدراء عامين، عبارة عن موظفي دولة، وبالتالي يكون ضغط على موظفين الدولة ضمن الدوائر في حالة الخروج في مؤتمرات أو في الانتخاب. فحقيقة كتاب وأوامر دولة رئيس الوزراء مشكورا كان سد منيع لهذه الخروقات اللي غير قانونية في جلب الناخب والضغط على آراء الانتخابية. نعم، المرشح لانتخاباتي مجالس المحافظات عن حزب السيادة في الأنبار السيد أورنس سعد العيساوي، شكرا جزيلا لك. قال وزير النفط حيان عبد الغني أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير الخام من حقول إقليم كردستان في الأيام المقبلة. وذكر عبد الغني في تصريح صحفي أنه اقترح على حكومة كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم تغيير العقود الحالية من الشركات إلى عقود تقاسم الأرباح، مبينا أن العقود الأخيرة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات الطاقة العالمية بعد جولة المناقصات الخامسة للنفط والغاز في العراق كانت جميعها مبنية على صيغة تقاسم الأرباح وليس تقاسم الإنتاج. أعلنت وزارة الإعمار والإسكان قرب إطلاق 3 مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية في بغداد. المدير العام لدائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جوسم ذكر في تصريح صحفي أن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات مستمرة، مبينا هناك أكثر من 11 مشروعا قيد العمل، فيما تشهد بقية المشاريع نسب إنجاز متقدمة. يوصف بعصب النقل والتجارة ويربط بغداد وبعقوبة والمقدادية بخانقين وكردستان وإيران. جسر حمرين أطول جسر معلق في العراق بلغت نسبة إنجازه 47%، وهي نسبة تجاوزت المخطط لها وفق التقديرات. المزيد نتابعه بهذا التقرير. بوتيرة متسارعة يشيد جسر حمرين في ديالى، وهو أطول جسر معلق في العراق يخترق بحيرة حمرين بعدما جرفت فيضانات عام 2019 طريق البحيرة ثم انحسرت مياهها في السنوات الأخيرة بفعل الجفاف.
7 كيلومترات مع المقتربات يبلغ طول الجسر، ونسبة إنجازه الحالية تفوق المخطط الافتراضي. مواصفات اللي جامعة بين المواصفة البريطانية والمواصفة الأمريكية، نستخدم الرينج العالي في تنفيذ كافة الفقرات. نسبة الإنجاز المخطط للمشروع 44%، 44.5. أما نسبة الإنجاز الفعلي 47. هذا يعتبر إنجاز للشركة. كلفة جسر حمرين تبلغ 62 مليار دينار، أما أهميته الاستراتيجية فهو يعد عصبا للنقل والتجارة، ويربط بغداد وبعقوبة والمقدادية بخانقين وكردستان وإيران، كما يختصر الوقت والمسافة عن بقية الطرق. يعني هذا جسر حيوي مهم كلش، يعني احنا نفتر عليه ما مميز، طريق ساعة تقريبا وخطر، سيارات سريعة، سايد واحد، يعني إذا كمل هذا الطريق هو دولي، تريلات سيارات كبار صغار تفوت عليه، اذا صار ان شاء الله بدون مطبات يعني حيختصر لنا الطريق، سويناه ربع ساعه. 1100 يوم هي مده تنفيذ المشروع، وباشرت الشركه اللبنانيه المنفذه له قبل نحو عام، فيما تقول مديريه الطرق والجسور في ديالى انه سينجز نهايه العام المقبل. جسر حمرين يعد واحدا من اهم شرايين ديالى، فهو يسهم بتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، كما أنه سينهي بحسب خبراء نحو 80% من مشاكل النقل في شمال شرقي المحافظة. علي العنبقي، UTV ديالى. في مشكلة أصبحت تتحول إلى معضلة، سجل صحة الفلوجة نحو 500 حالة التهاب رئوي لأطفال لم يكملوا سن الخامسة، فيما يرى متخصصون أن حرق الإطارات لإذابة الجير المستخدم في طلاء أسطح المباني هو السبب وراء تلك الإصابات. ليست هذه أعمدة دخان معركة، إنه دخان إطارات محترقة لإذابة القير المستخدم في طلاء أسطح المباني. مع بداية الشتاء ولجوء بعض العمال إلى هذه الطريقة، يتعرض مئات من سكان الفلوجة لحالات الاختناق. ذاك اليوم أبويا مريض والله، هو وجيراننا زفته واختنق بالليل بثنتين بالليل، الله وكيلك المستشفى، في سبيل شنو شعل له تاير. احنا نرجو من الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات وتوضع قوانين، يعني ابسط الامور شغلها مثلا كنديه صراع على غاز او على غير شيء، لان هاي التيارات تسبب امراض. ويقول متضررون من حرق الاطارات ان التاثير وصل الى المزروعات فضلا عن امراض الرئه. من يكون هذا المنطقه بالكربون راح تحجب، تقلل بالانتاج الزراعي، تقلل بالحاله الصحيه، امراض الربو، امراض التدرن، تصلب الشرايين الرئه، فاحنا بدل ما نصحح جونه نخربط جونه. وعادة ما يتزامن إحراق الإطارات مع خروج التلاميذ إلى المدارس، متسببا لهم باختناقات متكررة مع بدء موسم التغير المناخي. لاحظنا خلال هذه الفترة ازدياد حالات الاختناق والتهاب الصدر المتكرر بسبب زيادة المحروقات وحرق الإطارات والمواد المطاطية وداخل البيوت وقرب المدارس. احنا عندنا هسه موسم فيرال، هذا الفيرال انفكشن ويا حالات هذه تلوث الهواء من ما يعني زادت الى حالات ان تكون اكثر سوءا. في احصائية رسمية لشهر ايلول، سجل قطاع الرعاية الصحية في الفلوجة اكثر من 480 حالة التهاب رئوي دون سن الخامسة فقط، فيما يتخطى الرقم الالاف بين الفئات العمرية الاخرى شهريا. نبيل عزامي، UTV الانبار. الطماطة المستوردة تغزو علوة الموصل وتضرب موسم المحصول المحلي، أضرار مالية كبيرة تكبدها الفلاحون، تنذر بخطر ترك الأرض في السنة المقبلة تلافيا لتكرار الخسائر. آلاف الأطنان من الطماطم المحلية مكدسة في أسواق الخضار بالموصل، لم يعد باستطاعة الفلاحين والمزارعين تسويق محاصيلهم هذا العام بسبب استمرار تدفق المحاصيل المستوردة. والله الفلاح انظر هالسنة طماطه، يعني خير من الله موجود طماطه، فتحوا لنا الحدود الايرانيه، احنا ما بحاجه الايراني، هذا المعاش المحلي كله دحق عليها، من طماطه من خيار من اسود من كل شيء موجود، بصل كل شيء موجود، بطاطا موجوده، تجينا الايرانيه تنباع هنا ب 500، والطماطه العراقيه تنباع السله ب 2000 دينار 20 كيلو.
تكاليف الزراعة والإنتاج تفوق قيمة البضاعة المستوردة، ما يعني أن السماح بإدخال بضائع تنافس الإنتاج المحلي يدخل ضمن سياسة إغراق السوق في وقت الذروة، وذلك ضرر لا يعود على المزارع فقط بل على البلد عموما، فالخسائر المالية الكبيرة قد تدفع بعض الفلاحين إلى الامتناع عن الزراعة في المواسم القادمة خوفا من تكرار الأزمة. فوق المليون طن الكيماوي، البذور بذاك الحساب، الإيجار قاع بذاك الحساب، ماي، يعني أنت وراز ست شهور تدق ما تحصل كل شيء، شو الفائدة؟ تشيل حق أطفالك وتشتغل فلاح، يعني أنت ست سبعة أشهر تشتغل وتطلع خسران، يعني الساعة 12 ونص الظهر طماطم ما حد يقول لها بيش، وهي أم السوق. تعرض العديد من المزارعين إلى الخسارة بسبب عدم تنظيم وزارة الزراعة موضوع تخطيط الزراعة ما بين المناطق، وحتى أثناء ذروة الإنتاج تكون هناك البضائع المستوردة من المحاصيل الزراعية المستوردة تكون هي المنافس للمنتوج المحلي. حقق الفلاح العراقي الاكتفاء الذاتي مؤديا ما عليه، لكن الجهات المعنية لم تؤدي ما عليها في حمايته من المحاصيل المنافسة المستوردة، متسببة بتضرر الانتاج المحلي لحساب الخارج من دون تحقيق فائدة تذكر للعراق. من الموصل محمد سالم، UTV. السودان يوجه التجارة والصحة بتأمين المواد الأساسية بالدينار. هذا الملف مع ناطق. إليك ناطق. شكرا رويدا. مع سيطرة السوق الموازية على مؤشر سعر الصرف وفق مضاربات تؤثر في الاقتصاد المحلي وتضعه ضمن دائرة التضخم والكساد، لجأت الحكومة منذ أشهر إلى سلسلة إجراءات لكنها لم تفلح بالسيطرة أو تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، غير أن مصادر حكومية أعلنت إجراءات جديدة يقول خبراء الاقتصاد إنها سترضخ لمضاربين وتعمل على استقرار السوق المحلية وتوفير الدولار في المصارف. 9 إجراءات حكومية جديدة للسيطرة على سعر الصرف وتقييد تغول السوق الموازي الذي يسيطر على مؤشره، وأبرزها تنظيم عملية الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية وتأمين المواد الغذائية والصحية والأساسيات بعملة الدينار وبأسعار مستقرة. المزيد بهذا التقرير. في إطار معالجة تذبذب سعر الصرف وإنهاء سطوة السوق الموازي على مؤشره الذي يتصاعد وينخفض وفق ما يريده المضاربون بالعملة، أطلقت الحكومة حزمة إجراءات جديدة للسيطرة على السعر وضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة به. مصادر حكومية قالت إن تلك الإجراءات تتعلق بتنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار إلى نافذة بيع العملة، إلى جانب تسهيل استيراد المصارف العراقية للدولار النقدي مع إجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات والعمل على عقد اتفاقات توريد عملات الصين والهند وبعض دول الجوار لسد حاجة السياح والمعتمرين، إلى جانب المضي بمشروع الصفقة المتكافئة لتبادل التجارة والاستيراد مع بعض الدول بالعملات الخاصة بها. الإجراءات الحكومية تضمنت أيضا عقد مفاوضات مع إيران لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات، كما تضمنت اللجوء إلى استيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار وأسعار مستقرة، مع دراسة إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد وتسويقها للقطاع الخاص وضمان إيصالها إلى المستهلك بأسعار تنافسية وبالدينار، وأخيرا تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد. وقال مضر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، قال إن انفاق البنك المركزي أو اتفاق البنك المركزي العراقي مع البنك الأمريكي الفيدرالي، وذلك في تعزيز تحويل وأرصدة المصارف العراقية بالدولار، سيسهم باستقرار سعر الصرف. وذكر صالح في تصريح صحفي أن أكثر من 85% من طلب العملة الأجنبية يتم عبر المنصة الخارجية للبنك المركزي، أما السوق الموازية فلا تشكل إلا 15% من سوق المضاربين، مؤكدا أن الاتفاق الأخير مع الجانب الأمريكي يشكل بداية الاستقرار السعري لسوق الصرف، مع امتلاك السلطة النقدية احتياطات بالعملة الأجنبية هي الأعلى في تاريخ العراق المالي.
وأوعز رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني لمديري المصارف الحكومية بإعداد خطة خلال شهر واحد لتطوير العمل المصرفي. وفي اجتماع انضم وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية وجه السوداني بضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، وبالإضافة إلى التعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني مع وضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الانتمائية والقروض وتطوير آليات العمل بما فيها أدوات الضبط والرقابة. وأكد السوداني أن مديري المصارف سيخضعون لتقييم الأداء في ضوء تطبيق الخطة ومقدار الإنجاز. لمناقشة هذا الموضوع معنا مباشرة الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. دكتور أهلا بك. إذن في إطار معالجة تذبذب سعر الصرف وإنهاء سطوة المضاربين والموازي ما بين يوم ينخفض ويوم يرتفع وعدم استقرار الدولار، الآن الحكومة لديها إجراءات معينة، هذه الإجراءات هل ستسهم بالسيطرة على تغول السوق الموازي على مؤشر سعر الصرف؟ شكرا جزيلا. بالتأكيد يعني هذه الإجراءات المشتركة بين البنك المركزي والحكومة بدأت تأتي ثمارها، والدليل على ذلك أنه انخفض سعر الصرف من 164 يوم أمس إلى 155، يعني يوم أمس كان مساء كان 159-160، الآن 155 وربما أقل. تأكيد هذا نتيجة فاعلية الإجراءات اللي اتخذها البنك المركزي مؤخرا، خاصة بعد عقد الاتفاق مع البنك الاحتياط الفيدرالي في اجتماع الأخير في أبوظبي، والسماح للمصارف أن تقوم بعمليات التحويل المباشر عبر تعزيز أرصدتها مع المصارف المراسلة الأساسية اللي هي جي بي مورغان والسيتي بانك، خاصة وأن المصارف الدفعة الأولى أو الخمس مصارف الأولى هي تمتلك شراكات مع مصارف عالمية وهي تمثل مصارف مراسلة لها، ثم بعد ذلك هناك خمسة مصارف دخلت أو ستدخل خلال الأيام القادمة من خلال شراكاتها مع مصارف عالمية. أيضا هذا سيسهل كثيرا من عمليات التحويل خارج عن البنك المركزي وخارج مسؤولية البنك المركزي. الآن البنك المركزي مهمته الأساسية تعزيز أرصدة هذه المصارف، يعني بشكل أو بآخر احنا عدنا إلى آلية التحويل ما قبل المنصة الإلكترونية، ولكن ضوابط وشروط الامتثال العالمية. وهذا بالتأكيد سيخفف من الأعباء على التجار في عملية التحويل، لأن عمليات التحويل التي كانت تتم عبر منصة البنك المركزي قسم من الحوالات كان يستغرق 10 أيام وعشرين يوم وثلاثين يوم وقسم 40 يوم، وقسم كانت ترفض والنسبة الأكبر كانت ترفض بدون سبب. الآن هذه الخطوات كلها تم اختصارها بالعمل المباشر بين المصرف العراقي ومصرف المراسل، ولذلك سيسهل من عملية التجارة، وهذا كان واحد من الأسباب المهمة في عملية الخفض اللي جرى خلال اليومين الماضي. طيب. عملية الاستيراد هو الحقيقة مو استيراد، وإنما جلب الحوالات التي تعود إلى الشركات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، وهذا أيضا الإجراء سيساهم بخفض آخر لسعر الصرف باعتبار أنه هذه الشركات الحوالات التي استلمها ستوزعها رواتب لعاملينها لأن تعاقداتهم بالدولار، وكذلك الحال أيضا العقود مع الشركات التي تقدم خدماتها للشركات الأجنبية، وبالتأكيد كل هؤلاء سيعيدون إنفاق الدولار بالسوق الموازي من أجل الحصول على بضائع. نعم. فهذا أيضا سيسهم في تخفيف. نعم، يعني داريد نتناقش يا 9 خطوات أجرتها الحكومة في سبيل انخفاض سعر الصرف والدولار. إذا أريد نناقش بعض هذه الخطوات حتى نوضح أكثر للناس، يعني مسألة مشروع الصفقة المتكافئة لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول بالعملات الخاصة بها، يعني الهند والصين. هنا نريد نوضح شنو المقصود بهذا الموضوع بالصفقة المتكافئة، ياريت توضح لنا. يعني هنا الصفقات المتكافئة احنا دا نتحدث على دول، العراق له تعاملات تجارية
بالاتجاهين سواء كانت بالاستيراد أو بالتصدير، وهي خارج عن قائمة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الدول سواء كانت الصين أو الهند أو الإمارات. والحقيقة هؤلاء يوردون نسبة كبيرة من حاجة العراق. بالإمكان أن يكون هناك عملية مقاصة، طالما أن العراق يصدر للهند ويصدر للصين نفط ويستورد منها، ممكن أن تكون المقاصة بين الطرفين، والفائض سواء كان لصالح العراق أو لصالح الصين ممكن أن يسدد بأي عملة من هذه العملات. هو بالحقيقة أيضا يريد يتحرر من قيود البنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة وأنه هناك قيود على مسألة انتقال الدولار من العراق إلى دول أخرى. وأنا أعتقد أنه هذا راح يكون الخطوة باتجاه توسيع حجم التبادل التجاري مع هذه الدول. إحنا مشكلتنا تبقى مع الدول اللي مفروضة عليها عقوبات أمريكية، مثل إيران، مثل سوريا، مثل اليمن، مثل روسيا. نحن المشكلة لم نجد الحل لحد هذه اللحظة. نعم. طيب، عن موضوع تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني في ظل وجود بنية تحتية فقيرة ونظام مصرفي بدائي، إذا ما قرنا في الدول المجاورة والعالمية، كيف ترى هذه الخطوة بخصوصها؟ هو الحقيقة الحكومة جادة في موضوع التحول نحو الدفع الإلكتروني، وأنا أعتقد أنه هذا سيسهل كثير ويحل لنا الكثير من المشاكل. إحنا الآن واحدة من مشكلتنا أنه أكثر من 80%، ربما يصل الرقم في بعض التقديرات إلى 85-87% من حجم العملة المصدرة خارج الجهاز المصرفي، وهي تشكل طلب فعال. ولو كانت داخل الجهاز المصرفي كان الأمر مختلف تماما، لأن هذه كان ممكن أن تسهم بإقراض الحكومة بشكل مباشر أو بتمويل مشاريع تنموية. لكن المشكلة، السبب الأساسي اللي قبل البنية التحتية وقبل النظام المصرفي المتخلف، هو المشكلة ثقة الجمهور بالنظام المصرفي. هذه الثقة ضعيفة جدا منذ تسعينيات القرن الماضي، لأنه أي أزمة تحصل كان تقيد عمليات السحب. وأنت عندك خير مثال على ذلك بالأيام الأخيرة اللي حصلت في مصرف أعتقد بغداد، عندما كان المودعين بالدولار ذهبوا إلى المصارف يرومون سحب ودائعهم بالدولار، المصرف أعلن أنه لا يمتلك الدولار لتسديد مستحقاتهم، علما أن البنك المركزي وجه المصارف بتسديد مستحقات الأفراد المودعة بالدولار بعملة الدولار. فمثل هذه الحقيقة، مثل هذه التصرفات، مثل هذه الإجراءات تنعكس سلبا. إحنا المشكلة يفترض أن نعزز ثقة المواطن بمسألة الدفع الإلكتروني وبالنظام المصرفي. وها أكو أمر آخر أيضا، الحقيقة العراق أسس شركة لضمان ودائع الأفراد، لكن المشكلة أن الشركة العراقية لضمان الودائع تحمي وتضمن 100% لسقف 25 مليون، وال 25 مليون رقم ليس بالكبير بالعراق، بينما بالأردن الضامن لحدود ما يعادل 94 مليون دينار عراقي، و 97% من المودعين الأردنيين هم ودائعهم أقل من رقم ال 50,000 دينار اللي يعادل 94 مليون. طيب، فأعتقد من الضروري أن نعدل مثل هذه القوانين حتى نشجع الأفراد على أن يودعون داخل المصارف، وحتى تبقى العملة داخل المصارف حتى نتحول للدفع الإلكتروني. دكتور، يعني خطوة أيضا يعني أريد أتناقش بها وياك، استيراد مواد مهمة لكن يتم توفيرها بالدينار، هنا أنا كيف تمشي المعادلة؟ أنه نحن نستورد بأي عملة، وهل عندما تتوفر بالدينار العراقي سيعادل ويوازي سعر الاستيراد؟ وبأي عملة سيستوردون وهم راح يبيعون يعني ويوفروها بالعراقي؟ هو طالما أنه نتحدث عن وزارة الصحة والوزارة الأخرى، يعني ماذا أتذكرها أني، عملية المواد الغذائية سواء لوزارة التجارة أو لوزارة الصحة الأدوية، بالتأكيد الحكومة هي من تقوم بعملية الاستيراد. الحكومة تستورد بالدولار، تستورد بالين، باليورو، بأي عملة من العملات الموجودة، هذه تبقى مهام الحكومة. لكن المهمة الأساسية أن تباع هذه السلع بالسوق المحلية بالدينار العراقي وبالسعر الموازي. وهذا الحقيقة كان جزء من الإجراء اللي اتخذ البنك المركزي عندما وسع التحويلات عبر النافذة بسعر الصرف الرسمي، لكن استغلت من بعض التجار ضعاف النفوس عندما بدأ يبيعون على أساس السعر السوق الموازي، وهذه كانت من الأخطاء اللي حقيقة ألحق الضرر بالناس. مداخلة سريعة، بأنه البعض يؤكد بأنه انتظروا بعد كم يوم راح يصير سعر الدولار 147، إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
أنا أتفق تماما، خاصة مع هذا الهبوط السريع. نعتقد أنه يعني ربما بكرة نشهد أنه وصوله إلى 150-151 وربما أقل. يعني أنا تقديراتي أنه سيستقر خلال الأيام القادمة، يعني أسبوع نعم. 10 أيام على 145، وأنا أعتقد أنه هذا السعر الآن يكون مناسب للسوق. نعم. إذن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، شكرا جزيلا. البصرة ومنذ أن نجحت باستضافة خليج 25 أصبحت اليوم محط الأنظار وباتت تحظى بسمعة تخطت الحدود المحلية إلى العالمية لما تتمتع به من جودة الملاعب ووجود المقومات التي تؤهلها لاحتضان التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لعام 2026 فضلا عن كأس آسيا للعام 2027. التفاصيل مع سعد قصي. تتوالى إقامة المباريات الدولية لكرة القدم في ملاعب مدينة البصرة الرياضية. الحدث الذي تحتضنه هذه المرة التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم لعام 2026 علاوة على كأس آسيا لعام 2027. ملعب جذع النخلة أكمل تحضيراته للقاء المنتخب العراقي مع نظيره الإندونيسي يوم الخميس المقبل، والرهان كل الرهان على الجمهور لإنجاح تجربة تنظم بعد عقود من الحاضر. اللي نأمله أنه يكون سيابية في دخول الجماهير، لأن احنا نريد نلعب على أرضنا طول مباريات تصفيات كأس العالم. الانضباط والتنظيم في الدخول والخروج هو هذا الشيء اللي ممكن ندعو به الجماهير. ومنذ بطولة كأس الخليج الأخيرة والبصرة تكتسب سمعة دولية، ويردد المسؤولون في اتحاد الكرة العراقي أنها أصبحت محط أنظار منتخبات عديدة بعد نجاحها في التنظيم، فضلا عن امتلاكها بنية تحتية من ملاعب تؤهلها لإقامة الأحداث الرياضية الكبرى. البصرة دائما ما تكون هي أيقونة التنظيم الجيد، وهي حاضنة مميزة لإقامة المباريات، حتى أصبحت هناك سمعة عالمية تخطت الحدود المحلية والعربية وحتى القارية. في أي مباراة في البصرة المقومات موجودة. ما يحدث اليوم جاء بعد رحلة سنوات طويلة من التحدي. يقول البصريون إنهم على وعدهم في تحقيق حلم العراق بتنظيم تصفيات كأس أكثر الرياضات الشعبية في العالم. ليس بغريب على مدينة البصرة أن تحتضن مثل هكذا بطولات، سيما أنه احتضنت بطولة خليجية أكبر البطولات على مستوى الإقليمي. اليوم البصرة جاهزة إن شاء الله لاحتضان تصفيات مجموعة المنتخب العراقي، بالتالي الأرضية متاحة لاستقبال بطولات مقبلة أكبر، ستكون أنه البصرة جاهزة لاحتضانها إن شاء الله. البصرة أثبتت للعالم أن الجماهير الرياضية العراقية تستحق أن تشاهد مباريات المنتخب الوطني وهو يلعب على أرضه وبين جمهوره المباريات الودية والدولية. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.